نسيت علوني الله يحفظك وهذا وانا مظنون فيك. انت دابا غادي تجي غادي تعاوني معايا على الحسين. هاد العالم هذا الصراحه ما بقاتش فيه شي حاجه اللي كتعجب. وانت اصلا ما محسوباش على المغاربه، محسوب الغدر، الخيانه، الغش، الكذوب، النفاق. موك البدويه، موك السداويه، السعاويه. اش هذا؟ شنو هاد المصيبه هادي؟ واش ما باقيش بنادم فيه النيه؟ انا هاد العالم هذا ما بقيتش باغي نعيش فيه. وانا هذا اخر فيديو غادي تحط في قناتي عليك فيه صراحه. والله العظيم هاد النهار هذا جيت هاد الفيديو هذا والله العظيم مريضه. شوفوا الهضره ديالي هضره طبيعيه، ما قدراش نمثل والله ما قادره، يعني بزاف بزاف هاد الشيء هذا والله العظيم. واحد السلام عليكم الاعز ناس عند مريم فاميلي، كيف نتوما الحلو ديالي؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وتكونوا في احسن الاحوال يا ربي. فيديو جديد ونهار جديد وديما الجديد يا خوتي. الجزء الثاني ديال المعطيه ديالنا دحاسي وساريكول، واليوم جبت لكم جديد دخلته المسلسل سامحيني، وهو النيبه مشى عند صوفيا طالوني. مهم غادي نخليكم مع الفيديو هذا ليكم، خليكم مع الفيديو، كنتمنى يعجبكم وما تنساوش اللايكات والاشتراك في القناة اللي دخل عندي جديد والجرس باش يوصلكم كل جديد ديال ماريا فاميلي. كنموت عليكم، خليكم مع الفيديو. بسميتك يا ربي السلامة، الرق ديالي وحل ليا. كنعطيك الموافقة انك تطلعي وتحطي داك الفيديو، علاش كتكذبي على الناس؟ علاش نسيت الشاشية؟ هي نعمل هادي اليوم، اش بالكم في هادي؟ لا والو، ها والو، جيب ليا هي، جيب ليا، لا والو. غنعملو هادي ونبداو بسم الله على بركة الله. هادي كتجي معايا شتو، كتجي واعرة وياها. المهم نبداو. إوا ياك ما سيتكم ملائكة نازلة من السما، كانت مزوجة في الأول، كانت حاملة وكانت جات لتركيا وهذا. إلا كانت تحداك، إلا عندك شي حاجة حطيها، علاش كتكذبي؟ كتحداك يا ساريكول، كتحداك، فضحيها، بيني شي فيديو، بيني شي حاجة. لكن أنايا اليوم غنحطو لك السطل واللي جاي طلع المتشردة، والنيفو ديالك ماشي هو النيفو ديالي، والمستوى ديالك ماشي هو المستوى ديالي. اختي ندى، هنايا غادي نهضر معاك بحال شي اخت، حسبني بحال اختك كتعطيك شي نصيحه. عندك اختي واحد القناه طلعتيها، حنا عارفين كيف طلعتيها. المهم عندك قناه كضرب مشاهده، الناس كيبغيوك ياك، كاين الناس اللي كتبغيك، كاين الناس اللي كتكرهك، ضروري هذه في اي بلاصه. خدم اختي على القناه ديالك، صور خرجات، صور الطياب في الدار، صور المعامله ديالك مع راجلك، صور الاهتمام ديالك ببنتك، يعني عادي غادي تطلع لك المشاهده، غادي تجيب لك البركه بدون معايره، بدون قله الاحترام، بدون هاد الاخلاق هذه اللي عطيني نعطيك وقله الحياه. يعني وانت اصلا ما محسوباش على المغاربه، ما محسوباش علينا. شي كريتي مرا ب 1000 درهم وجايه كتقولي مي وهذا، الا نسيت نفكرك. ياك امك جرات عليك حبيبي ملي كانت عندك 13 عام، ماشي 16، 13 جرات عليك امك للزنقه حين جيتي لها للدار سكرانه السكيريه، كنتي كتضربي في المحيه. راه ولي ديك المنديله، راه ولي، انا ما كنتخلاش على اصلي، اصلي هو اصلي. دابا اختي ناده زعما صار يكون مشات كرات المراه وقالت بلي هي الام ديالها ب 1000 درهم كراتها، ياك شتو خوتي شنو كيعملوا لنا؟ هاهم كيفضحوا بعضهم، شتي اش كيعملوا؟ حنا كنطيقو كنقولو اه الام ديالها مزيانه معاها، اه يعني علاش غتكذب اختي ساريكول على المغاربه وغادي تقول لهم بلي هي الام ديالك وانتي غير كارياها؟ راه حشومه، راه ما تستحماش اختي الشعب. واش من نيتك اختي؟ باز داك مشيت بعزي، انا تزوجت عندي 15 عام، مشي وراقك بعتي بلادك باش ديري الوراق ديال تما المص. تزوجتي انا دا عندك 15 عام؟ ما صدق لك شي اختي الزواج، حيت الزواج ديال 15 عام راه ماشي زواج، قدر الله وما شاء فعل. يعني انت كنتي من ديك الضحايا ديال الزواج القصيرات اللي كنتهي بالطلاق، اللي معروف يعني معروف الحمد لله قلت هذه النسبه يعني في المغرب، ما بقاتش بزاف وما بقاوش كيجوجوا الرجال، ما بقاوش باغيين يجوجوا، ما بقاوش باغيين مخلوعين من الزواج، حيت كيوقعوا مشاكل بزاف اخوتي، مشاكل بزاف والله العظيم. اي والله يهدي، الله يهدي ما خلق. نهار جيت باش ندير عمليه ديال الصدر، انا درت شي تحاليل اصلا؟ ياك ما درتش تحاليل. موضوع العمليه اخوتي واحد الموضوع اللي خطير، خطير كد كتلعبوا بحياتكم، او الا رجعتوا بحال المونيكات الجسد ديالكم ما كيعشي عليكم، كتلعبوا بدقمكم، نخركم، بكرشكم، بالمناطق الحساسه. ويلي 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 شاد المصيبه، هذاك الشيء العمليه، انا مع العمليه، واذا كانت شي تشويه، شي تشويه ماشي مع انك عطاك ربي واحد الصوره كتمشي تلعب بها وتغيرها، ولا تعطيك ربي تادي مثلا صغير غادي تمشي تكبرو، علاش؟ ربي عطاه لك هيداك، راه فيه خير انه هيداك، اي حاجه ربي عملها فينا فيها خير، يعني كما كانت شي صالحه انا ما غيعملها لنا شي ربي هيداك.
الاخر انتما كتشوفوا ها اللي كيتفرقع على ضخمه ها اللي كيطرطق لها صدره وتموت كل واحد شنو كيوقع له. انا ماما الخنزه تكرفست عليا وضربت عليا تمارة انا ماما طلقات. دابا هذه هي الموضه اللي واقعه دابا في اليوتيوب عطيني نعطيك. دابا ولا بغيتي تطلع لك قناتك تعاطى في اللايفات وتعاطى هيدا في الفيديوهات هادشي اللي كاين اخوتي حتى ما طلعت بيا وضربت عليا تمارة وشدتني ها بسنانها تكبر وطلعتني حنينه فيها وطمرضيه وكنبغي الخير للناس كيقولوا لي راه ما عندكش الادله راه كلامك مسوس وانا هذا اخر فيديو غادي تحط في قناتي عليك انا ما غنعاودش نجبدك وما غنعاودش نهضر عليك لانه انت النيفو ديالك ماشي هو النيفو ديالي المصخة العوره المنشوفه ديال شحال كتكذبي على الناس لو عندي فيديو وحطيه. دابا اخوتي من بعد ندى حسي غادي ندوزو لساريكول ولكن ساريكول هذه المره اخوتي ماشي مع ندى حسي مع مينه عين صانتو عطات علاش قلبت عاود يا الشرفه اجي الطوبه ديال الشين واجي دخلت عندي قالت لي اختي بغيت ندير معاك واحد كولابوراسيون صيفط لي نمرتك قلت لها نمرتي تقولي السلام انا بنت مك البدويه المك السداويه السعاويه انا دا حسي كما كان الحال كبيره عليك اختي كبيره عليك وحسبها بحال امو علاش علاش ما تكونش امك علاش علاش ما تكونش امك مستوى واحد اختي مستوى واحد وحشك حشك انت كثر منها زايده عليها كما كان الحال واخا هي غير تعايا ماشي شي حاجه اخرى ايوا ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يدينا في الضوء يا ربي الحبيب الله يدينا في الضوء السعايه النصابه اللي تتنصب على الجاليه المغربيه قلت لها اختي وشنو ماما تبارك الله عليك وهنا غندوزها لك ماما حتى هي قالت لك ماما تبارك الله عليك عطيتي اللحتي علاش تقلب انت دابا غادي تجي غادي تعاوني معايا على لحتي ايوا خوتي هنايا بنت هاد مينعيمه ومينعيمه عيطوا لساريكول في التليفون وقالوا لا نتعاونوا على ندى حسي جات ندى حسي جات ساريكول ما رضاتش بيهم ما رضاتش انهم يعاونوها قالت لهم انا نجيو نتو ما تعطيوني المعلومات اويلي المهم اخوتي هادشي اللي عطى الله ما رضاتش بيهم عطاتهم وشاطاتهم ساريكول ما كتحشمش انا ديك اللقطات حيدتهم ما نقدرش تسمعوهم تبهديله هذيك شوها كلام خانز كلام ما فيه ما يتسمع وانا لحتي من 2017 وانا كنعطيها في العصر من النهار اللي خرجت قالت لي واحد الشن ديال المغرب يا النصابه يا اللي تتنصبي على الجاليه انت دابا انت غتجي تعطيني انا اسرار لحتي يلا انت غتجي تعطيني اسرار مصي وانا اسرار لحتي تنعرفهم كاملين دارت المونيكا والشهاد الدمع عليا في تركيا انت ساري كل ما غاديش يتبدل عمره عمره ما غادي تبدل باز ما كتعرفش تهضر بالحتيره الهضره ديالها كامله نسخه كامله علاش ساري كل علاش انت اختي عندك قناه مليون ونص فيها وقناه لبنتك وكتدخل ما شاء الله عليك الله يزيدك نزل غير داكشي اللي كتعمل مع بنتك التيك توك اللي كتفتحوا انا كنشوف شنو كيجي لك فيه ما شاء الله عليك علاش اختي هادشي هذا علاش دخلت في هادشي هذا ما كتقنعوش كطلعنا غير 1000 مشاهده كنفرحوا بها انتم لا حول ولا قوه الا بالله يا البدويه يا الفسدويه يا السعاويه داكشي كتخصك تخلصيهم ولا ما خلصتيهمش غادي يديوك للحبس نهار السبت ما شفناكش مشيتي نهار السبت للحبس هنا عنده الحق كانوا كيقولوا غادي تدخل الحبس وهذه 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 ما شفنا والو ما كاين لا شي كتلا والو غير كذب كلشي كذب علاش ما مشيتيش نهار السبت للحبس باقا في اليوتيوب نشرة علينا جمالك تقولي عندها الشركات الا الشركات الحمارة للطياره ما غاديش نتعاطى في داري انا نوسخ ونسمع الهضره الخايبه للملائكه ديالي خلوني نتعاطى وانا تنوعدكم غنخرج وغنحط لكم في الكوزينه كلوا وتشربوا حتى يظهرون والديكم من نيتك ساري كل الجن غيضربوك عندك انت نضربوا اختي يخافوا منك نيالك عندك تضربهم هنا يا خوتي كما كنت كنقول لكم شوفوا مشات عملت شوبينغ شرات الحويجات وكتشارك مع الناس وكتقول لهم يعني بدلت ستايل ديال اللباس ديالها وغادي تلبسهم مع شورت ومهم كتعاود لهم وديك هذا المستوى هذا علاش ما تبقاش يتبان فيه دائما علاش ديك كتبين ديك الصوره الخايبه عليها ما ديروش نفس الغلط اللي كيديروه بزاف ديال الناس يعني غير كنقريو ولادنا كنعطيوهم يقراو كنخدموا عليهم كنصرفوا عليهم وكنبقاو نمنوا عليهم بداك الشيء يعني ولادنا فاش كيكبروا كيوصلوا واحد السن 15 عام 16 عام كنبقاو ندبوا عليهم وانا وانا سمح لي يا ماما سمح لي يا بابا قريتوني ولكن ما عطيتنيش الحنان ف شتي عجبني هذا المنظر هذا اللي شفت دابا كتعطي واحد الصوره هيدا مزيونه يعني نقيه في المستوى كنحسوا بالحنان ديالك باينه باللي ما كتمثلش يعني فيك حس الامومه ولكن علاش كتخسر راسك بداك الشيء اللي كتعمل الله يهديك الله يهديك خليك هيدا ويقدر ربي يلاقيني الناس بكاع هاد الناس اللي تيتفرجوا فيه مثلا غيلاقيني بكم ولا غيتفرجوا فيه ربعينك غيجيبكم حدايا وهنا يا خوتي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ما كنعيب شي حيت حنا في الدنيا ما عرفناش شنو يقدر يوقع
ولكن يا ربي يا ربي تكتب في راسنا خير يا ربي من هذا الشيء هذا. انتقلوا لنيبا وصوفيا طالوني، شوفوا كيف استقبلاتو، شوفوا شنو كبرات به وعملت به، وهما كيف مطلع له او مطلع الشان، يعني كيقولوا بلي كتعامل مزيان وقلبه بياض، يعني انا كنسمع بلي قلبه بياض وانسانه طيبه ولا انسان طيب، ولكن يعني لا حول ولا قوه الا بالله. للاسف يا اخوتي اش بغيت نقول لكم انا مغاربه علامه الساعه كاملين بانوا، اقسم بالله وقعت في الحي اللي انا ساكنه فيه، خرج مشى الخدمه، شتا خليت كطيح عندي في الدار، شتا كطيح الفيضان، خمسة دقائق ديال الطريق من داري للخدمه اللي كنخدم فيها، يعني البلاصه اللي كنمشي ليلا، جبرت القيله والارض يابسه، يعني هذه وحده من علامات الساعه، وهذا الشيء هذا راه علامات الساعه. وتتمشي لهم حتى للمطار وتجيبهم وتسكنهم معاه، ها هو قدامنا بغا يزرعوا الله، يقولوا تيضحكوا علينا وحدين خويا. الحاجه الوحيده اللي غنقول لك الله يهديك. الله يهديك يا ربي الحبيب، الله يهديك. السيد بيت شوفوا هاد السيده تدير الخير، وشكون اللي عطاها هاد الدار؟ لحقاش الله كل المغاربه هذه الحاله الوحيده اللي انا ما كنجبر ما نقول فيها، حيت يعني شفت الناس يعني قرابين مني بهذه الطريقه، هذه ماشي قرابين مني يعني معاشرهم، لا يعني تربى حدايا طفل طلع عيدك، يعني شفت شنو كاين داكشي كيخلق معاهم، وكاينش القصه ديالو ان الام ديالو كانت كتوحم على بنت، كانت كتقول عندها بنت، كانت كتشري غير الحوايج البنات، حتى صدق ديك الشخص العائل خلق بنت، سبحان الله، هو ذكر هو بنت طلع هيداك، يعني هذا الشيء عشتو يعني حدايا، يعني صعيب صعيب بزاف خصوصا المغربيات، والله ما نكذب ما نساش خيرهم هما اللي وصلوني لهذا النيفو، وانا واحده منهم اللي قتلتني، كانت عمليه حال اللي ما قدرتش ما نكذبش عليك سمحوا لي، كل ما عرفت دارت معاك ما تبقاش ممرة، ولكن شوف اشياء بعيد قلت له واش هاد غير ما قلت لك الله ينصرو الله يزينه، قلت له المغاربه قلت لك خوتي هادو راس الله يسلمو اش ما تاخذوش حاجه سميتها انا المغرب فقط اوا باش تكتب لي راه قول لك اوا الحرامي اوا ثاني غير حنا هيا لا اوا ثاني شبينا تولي ولا تكتب ربل اوا الحرامي ما يموتش عفاك خبالو في كلش اوا ثاني غير حنا هيا لا اوا ثاني ماشي بحالو، وهي كتودعو داكشي، المهم وصلاتو للمطار وصيفطاتو بحالو، وشوفوا الاستقبال كيف استقبلوا واه ملي وصل لبلادو، يعني اش غادي نقول لكم، قد ما عندك قد ما تسوى، قد ما عندك مشتركين قد ما تسوى، خليكم معي واحد الله الا بنت الخير، والله ما تجيش لا عليها بلادها المغرب وتتموت هي على كل شيء، قليل كادو راه عطو لك صوفيا كل واحد عطيتو الكادو ديالو لمك واحد انا غير خوتي المغاربه طولو ولكن شي حاجه مليحه الحلوه ديال تركيا هذه سلم انا وتنعنا صوفيا سلم عليها سلم عليها مرت الله يهديها حياته بوس الله سير انا الله يسلم عليها روحك خويا شكرا حضروا راسكم من الكريمه اخوتي شوفوا المغاربه شوفوا العائله كي المهم اخوتي خليكم مع الفيديو خليكم مع النيبه وكيف استقبلوه والنشاط والضحك جبرتوني مريضه واحد شويه ادعوا معايا النفسيه ديالي شويه مأثره وتحياتي لكم كنحماق عليكم هذا لكم كنبغيكم من كل قلبي وربي شاهد عليا الى قلبي ابيض لكل واحد وكنسامح كل واحد وكنتمنى اللي قصرت حقه يسامحني باي باي لايك 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 وشي تعليق يشجعني ادعوا معايا.
يحفظك. وهذا هو المضمون فيك. انا هادشي اللي درتي مع خوتي، قول لي ردلك في الخير. خاطر تي مع المغاربه كاملهم.